تبيع لنا واحدة؟ لا لا ليش؟ حقاتي. طيب عطنا واحدة كذا. عطنا واحدة كذا. أعطيك حاجة أنا حقتها يا شيخ. ما في شيء، قول له ضاعت. أقول له ضاعت؟ ما حرام، بعدين في ضاعة، الشبر فيه ضاع. ها؟ بعدين لما نخطوه في الشبر ده كذي. إيش هو الشبر؟ الغبر، بعدين في حاجة زي ما ضاعت. ما في حاجة زي ما ضاعت. يعني حساب هناك. الله حسابها سير. طيب إيش رأيك بالله فغلة من ترى سالح ذهب؟ تحس بتاعها بسيرك؟ ايوه انت مش طبيعي يعني مرتاح نفسيا الحمد لله. صح الله. وياكل من حلال محلال مرتاح نفسيا. لا اله الا الله. طيب بس عطنا واحده بس يا شيخ. يا شيخنا والله يليه. الله يرحمه. زي السما للوطه. حطها في صندوق. زي السما للوطه. كيف زي السما للوطه؟ السما والوطه قريه قراب بعض؟ لا. بس انا كان بديك نعجه. يا شيخ. والله. لو ايش؟ لو انا اديتك نعجه السما والوطه تنطبق سوا تكون يعني قراب بعض. نعطيك 200 ريال. مستحيل يعني، مستحيلة من السماء والأرض تكون مع بعض صح؟ نعطيك 200 ريال. والله كان تعطيني 200 ألف. يا شيخ. والله رب الكعبة. 200 ألف ما أعطيك له. ليش؟ ليش؟ ما حد شايفك هنا يا شيخ. حق مين؟ أقول ما حد شايفك، وما راح نعلم إحنا. ها؟ الله بقى، أشوفني؟ أنا أشوفك سبحان الله. خلاص. بعدين بتحاسبني أنت ولا حاسبني ربي؟ مر ابن عمر على رويع غنم في صحراء. فقال له امتحانا بعنا من هذه الشيا. فقال انا مملوك ومؤتمن، انا مملوك ومؤتمن. فقال ابن عمر ممتحنا ايمانه قل للمالك اكلها الذئب. فقال رويع الذي امتلأ قلبه خشية من الله وماذا اقول لله، ماذا اقول لله إن قلت للمالك أكلها الذئب؟ فماذا أقول لله؟ ماذا أقول إذا نطقت الجوارح والأركان؟ فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه وقال له كلمة أعتقتك في الدنيا، كلمة أعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه.